عن الأذى الكلوي الحاد، يعني القصور الكلوي الحاد وأسبابه، تصنيفه وأنواعه. راح نتابع محاضرتنا اليوم عن السير السريري والاختلاطات وتدبير القصور الكلوي الحاد. نبدأ بالسير السريري الأذى الكلوي الحاد. مثل ما ذكرنا، يقسم القصور الكلوي الحاد إلى نوعين: الشكل المترافق مع شح البول، وهو عادة الشكل الأخضر والأخطر وذو الأنذار الأسوأ، وهذا يشاهد تقريبا في 80% من الحالات. الشكل المترافق مع إدرار محافظ اللي سميناه نان أوليغيوريك، يعني ما بكون في شح بول، هذا إنذاره أحسن وبيظهر تقريبا في 20% من الحالات. والبول بيكون في، ما صحيح ما في كمية كبيرة من السموم، لكنه عادة طالما في إدرار فبيقي المريض من الدخول بوذمة رئة حادة. أولا، الشكل المترافق مع شح البول هذا فيه له تصنيف بيختلف بين التصنيف الفرنسي عن التصنيف الأمريكي. التصنيف الأمريكي بيعتمد على 3 مراحل، أما التصنيف الفرنسي بيعتمد على 5 مراحل. على كل حال، أنتم خليكم بالشيء المذكور بالمحاضرة. بيقسم إلى 5 أطوار: طور المرض الأصلي، بعدين يتلوه طور شح البول، بعدين في الزمن الأول لعودة الإدرار، والطور الرابع هو الطور المتأخر لعودة الإدرار، وأخيرا طور النقاهة. هلا، أولا طور المرض الأصلي المسبب، بيتظاهر المرض المسبب على يعني بسبب بيكون هو يا نزف أو صدمة أو تحسس. مدة طور المرض الأصلي عادة قد يدوم عدة ساعات، كما في بعض حالات الصدمة الشديدة، أو أيام كما في حال التسمم بالأدم. تدبيره: التأكد من أن القصور الكلوي ما زال وظيفيا فحسب ولم يحدث أذية عضوية في الكلي، معرفة المرض الأصلي ومحاولة إصلاحه والمعالجة العرضية للقصور الكلوي. الطور الثاني هو طور شح البول، وهي المرحلة الأخطر، تحدث فيها معظم الاضطرابات والاختلاطات والأعراض السريرية المهددة للحياة، المتمثلة باليوريميا، يعني ارتفاع أرقام البول الدموي، أيضا الإيقاعات والإنتانات واضطراب الشوارد، وخصوصا ارتفاع بوتاسيوم المصل والانسمام المائي اللي بيحصل نتيجة عدم طرح السوائل، وبالتالي قد يعرض المريض للدخول بوذمة رئة. تظاهراته: شح بول، بيكون حجم البول أقل من 400 مللتر بال24 ساعة، وقد يهبط إلى 50 مللتر بال24 ساعة، يعني بيحصل عند المريض انقطاع بول إذا حدث تنخر قشر كلوي حاد. مدته عادة هالطور، طور شح البول، بيمتد بين 15 ل 20 يوم، وتكون المدة حسب السبب وحسب عمر المريض، أحيانا قد تصل إلى 6 أسابيع، فإذا تجاوز 6 أسابيع يجب التفكير وقتها بحدوث تنخر قشر كلوي حاد. تدبير طور شح البول: بهالطور بيشعر المريض بالعطش الشديد في هذه المرحلة، لأن حلولية الدم بتكون مرتفعة، لكن لازم نحدد إعطاء السوائل بهالمرحلة، لأنه حتى لو أعطينا السوائل فإنها لن تطرح، فنقوم مثلا بإعطائه، الأفضل منه يشرب سوائل كثير، ممكن إعطائه قطعة ثلج صغيرة في فمه بدلا من السوائل، وخوفا من حصول الانسمام المائي. يعني بشكل عام ما بتعطي المريض سوائل، بتحددها بالحد الأدنى. قد نعطي لازكس بالوريد نص لواحد جرام، وذلك في حال كون المريض غير متجفف، وهي تسمى تجربة الإدرار، راح نحكي عنها، بهدف التخلص من وذمة الرئة وفرط البوتاسيوم، وهذا ما يدعى بتجربة الإدرار، ونسبة استجابة المريض عليها لا تتجاوز 10 ل 20%، ولكن تستحق التجربة إذا كانت الشروط مواتية. طور شح البول أهم سريريا، لأن اضطرابات الشوارد والانسمام المائي التي تحدث في هذا الطور هي التي قد تودي بحياة المريض فورا، وليس ارتفاع البول والكرياتينين التي تحتاج إلى فترة زمنية لتظهر أعراض ارتفاع. بهالطور هذا، طور شح البول أهم شيء هو اضطرابات السوائل والشوارد. بعدها بيجينا الطور الأول لعودة الإدرار، بهذا الطور يتجاوز المريض مرحلة الخطر وتبدأ عملية ترميم الأنابيب على الغشاء القاعدي السليم. تظاهراته:
بيصل بصير كان عندنا شح بول، بصير حجم البول اكثر من 500 ملل بال 24 ساعه دون العلاج بالمدرات، ويكون البول قليل الكثافه حيث تهتم الكلى بترميم ما تخرب وتطرح الماء فقط الذي لا يستهلك منها طاقه. ارقام اليوريا ما تزال مرتفعه في هذه المرحله، ولكن عاده ما بتكون مرتفعه جدا او ارقام كبيره. بعد مرور فتره قصيره 2 ل 4 ايام تستعيد الكلى عافيتها وتقوم بطرح السموم المتراكمه مع البول. مده الطور الاول لعوده الادرار يبدا عندما يتجاوز حجم البول 500 ملل باليوم، وينتهي عندما تتوقف ارقام البول الدمويه عن الارتفاع. الطور الرابع هو الطور الثاني لعوده الادرار او الطور المتاخر، تستانف الكلى مع عملها وبتتعافى الانابيب الكلويه فتطرح اكثر وبتطرح كل ما هو متراكم في الجسم من سموم كاليوريا والكرياتينين وشوارد فائضه مثل البوتاسيوم، فتنخفض ارقام اليوريا والكرياتينين والبوتاسيوم وبتزداد كثافه البول. عاده هذا الطور بيستمر مدته بين 3 الى 4 ايام، وبمجرد بدء الطور الاول لعوده الادرار يعني بمجرد يتجاوز حجم البول 500 ملل ل 24 ساعه، وغالبا يستمر الشفاء الى الطور الثاني اللي هو هذا نحن فيه. يبدا عندما تنخفض ارقام البول والكرياتينين، وينتهي عند عوده الكلى الى الوضع الطبيعي. طور النقاهه او الشفاء بتعود في الوظيفه الكلويه الى ما كانت عليه قبل الاصابه. يشفى المريض دون اي عقابيل الا في حالات التهاب الكلى التحسسه، قد تبقى مشاكل طفيفه مثل بعض التليفات. مده طور النقاهه بتستمر من شهرين او اكثر، والانذار بيكون جيد جدا. نستمر باجراء غسيل كلوي لمريض القصور الكلوي الحاد، واحيانا يوميا الى حين وصولهم يعني خروجهم من منحر شح البول. بالقصور الكلوي الحاد عاده ممكن نحتاج غسيل لمده اسبوعين او 3 اسابيع ريثما تتعافى الكلى وترجع لوظيفتها الطبيعيه. فبمجرد خروج المريض من طور شح البول وبلش عنده الطور الاول لعوده الادرار، نتوقف عن غسيل الكلوي. ثانيا عندنا الشكل المترافق مع ادرار محافظ، وهو الشكل الاقل تواردا بشكل اقل من 20% من الحالات. طبعا هون بيكون حجم البول طبيعي لكن بيكونوا ناقص الكثافه. تنخفض قيمه تصفيه الكرياتينين عند المريض عن 10 ملل بالدقيقه، او ما بتوجد فيه وذمات لانه ما عنده احتباس بالسوائل لانه عنده ادرار محافظ المريض عم يدر. بترتفع شوارد بوتاسيوم لكن بشكل اقل من الشكل المترافق مع شح بول، لذلك هو اقل خطوره. اختلاطات الاذيه الكلويه الحاده تشمل الوذمات والاضطرابات العصبيه والاضطرابات الانتانيه او الخمجيه، وايضا الاضطرابات الدمويه، اضطرابات شاردية واضطرابات هضمية واضطرابات قلبية واحتباس الأظافر. راح نتحدث عنهم كل واحد على حدة. الوذمات تحدث وذمات معممة، أيضا قد يحدث في سياق الأذية الكلوية الحادة حبن وانصباب جنب، وقد يترافق مع وذمة رئة وهي الأخطر، بالإضافة إلى نقص صوديوم تمدده، لذلك يجب تحديد السوائل للمريض. نقص صوديوم اللي بيحصل بالقصور الكلوي الحاد ونقص صوديوم تمدده بسبب احتباس الماء، فبيحصل تمديد بالحجم خارج الأوعي، وبالتالي بصير عندنا نقص بالصوديوم بسبب التمديد. آلية حدوث الوذمات، الأذية الكلوية الحادة بتؤدي لارتفاع تركيز اليوريا والكرياتينين، فترتفع حلولية البلازما، بتنبه مركز العطش، فالمريض بيشرب كميات كبيرة من الماء، بالإضافة إلى أنه المريض عنده أذية كلوية حادة فما بيطرح سوائل فبيؤدي لاحتباس الماء. اضطرابات الشوارد، أهم الشوارد اللي بتضطرب بالقصور الكلوي الحاد هي الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والبيكربونات والفوسفور، وتعد أخطر الاضطرابات المرافقة للقصور الكلوي لأنه خصوصا اضطراب شارد البوتاسيوم هو اللي بيكون مهدد للحياة. البوتاسيوم، ترتفع شارد البوتاسيوم في القصور الكلوي الحاد، ويعد ارتفاع شارد البوتاسيوم هو الأخطر على مريض القصور الكلوي الحاد،
وذلك لتأثيره على القلب، لأنه ارتفاع البوتاسيوم الشديد يؤدي لتوقف القلب بوضعية الانبساط. الآلية آلية ارتفاع البوتاسيوم تنخر خلايا الأنبوب البعيد، فما بتعود تتأثر بالألدوستيرون، ما فلما ما في بيغيب تأثير الألدوستيرون، فبالتالي ما بيحصل إفراز لشوارد البوتاسيوم. وأيضا قصور الكلوي الحاد بيترافق مع حماض استقلابي، الحماض الاستقلابي بيؤدي لانزياح شارد البوتاسيوم من داخل الخلايا إلى خارج الخلايا، لأنه الحماض الاستقلابي بيرتفع فيه تركيز شوارد الهيدروجين بالسائل خارج الخلوي، وبالتالي تدخل شوارد الهيدروجين لداخل الخلية وبتخرج عوضا عنها شوارد البوتاسيوم. لذلك الحماض اللي بيترافق مع القصور الكلوي أيضا بيساهم بارتفاع البوتاسيوم. هامش الأمان يعني بشكل عام ضيق، لأنه تركيز شوارد البوتاسيوم عادة من 3.8 لل 5.2 ميلي مكافئ باللتر، فبالتالي الهامش الأمان تبع شارات البوتاسيوم بيكون قليل كتير، لذلك التبدلات بقيمته سواء ارتفاعا ولا انخفاضا بتكون خطيرة جدا. ومثل ما بتعرفوا البوتاسيوم أصلا هو الشاردة الرئيسية في الإيجابية داخل الخلايا، نسبة شوارد البوتاسيوم داخل الخلايا لخارج الخلايا 30:1 داخل الخلية، لذلك تركيزه بالسائل خارج الخلوي بيكون 3.8 ل 5.2 ميلي مكافئ باللتر، أما داخل الخلايا فبتكون قيمتها 110 ل 120 ميلي مكافئ باللتر، يعني تقريبا تعادل 30:1. عند وصول تركيز البوتاسيوم إلى 6 ميلي مكافئ باللتر هاي تعد بمثابة يعني إنذار أصفر، بينما قيمة 7 ميلي مكافئ باللتر هي إشارة حمراء، وفوق هالقيمة هي ممكن يتوقف القلب. كل حالات الحماض الاستقلابية تترافق مع ارتفاع البوتاسيوم إلا إذا كان هناك سبب مرافق يؤدي إلى ضياع بوتاسيوم الدم كالإسهالات الحادة التي تضيع فيها البوتاسيوم والبيكربونات، فنجد حماض استقلابي مع هبوط البوتاسيوم. إذا حالات الحماض الاستقلابية اللي تترافق مع القصور الكلوي كلها بتؤدي لارتفاع البوتاسيوم مثل ما ذكرت، بتبادل مع شوارد الهيدروجين، شوارد الهيدروجين تدخل لداخل الخلايا وتخرج عوضا عنها شوارد البوتاسيوم، الا اذا كان في سبب ثاني مرافق او هو سبب الحماض الاستقلابي مثل الاسهالات الحاده، الاسهالات الحاده بيضيع فيها البوتاسيوم والبيكربونات، لذلك ممكن ضياع البوتاسيوم ما يترافق ما يؤدي لارتفاع بوتاسيوم بالدم. لذلك بحالات الحماض الاستقلابي الناجم عن الاسهالات الشديده ممكن ينعطى فيها البوتاسيوم مع البيكربونات. طبعا دائما مرضى القصور الكلوي الحاد لازم ما تنسوا ابدا انه تحذروهم او يعني تحديد كميه الاغذيه الغنيه بالبوتاسيوم مثل الموز والمأكولات الورقيه كالسبانخ والبطاطا المقليه، كلهم هذول فيهم بوتاسيوم كثير، فبتنصح كل المريض تمنعوا عنهم. طبعا راح ندرس اضطرابات شوارد، ولكن يعني تذكره انخفاض البوتاسيوم لاقل من 3 ميلي مكافئ باللتر يحدث رجفان بطني او متلازمه انقلاب الذروي يسموها التورساد دي بوينت او تسرع قلب بطني عديد الاشكال. عاده يحدث فرط البوتاسيوم في طور شح البول، وبيحدث نقص بالبوتاسيوم في طور عودة الإدرار لأنه بقى بصير ينطرح بكميات كبيرة، فممكن يحصل عند المريض اضطراب بالبوتاسيوم، ولكن غالبا بيحصل نقص بالبوتاسيوم. هلا كيف منميز بين ارتفاع البوتاسيوم الحقيقي والكاذب؟ لابد من تمييز بين ارتفاع البوتاسيوم الحقيقي وارتفاع البوتاسيوم الكاذب، وذلك من خلال إجراء تخطيط قلب كهربائي. ارتفاع البوتاسيوم الحقيقي منميزه من خلال الاي سي جي، تظهر عدة علامات، وأهمها والتي تشير إلى ارتفاع بوتاسيوم الدم الحقيقي هي الموجة تي المؤنفي أو بسموها الهايبر أكيوت تي ويب، وطلعوا عليها بتخطيط القلب الكهربائي هون، هاي البيك أو الهايبر أكيوت تي ويب هاي مميزة لارتفاع البوتاسيوم. أهم علامة وأول علامة من علامات ارتفاع البوتاسيوم هي بتصبح موجة تي حادة أو مؤنفي، وأيضاً بتغيب موجبي وبعدها بصير يعرض مركب QRS.
ولكن أول علامة بتشير لارتفاع البوتاسيوم هي موجتي مؤنفي أو حادي. وبيزداد ارتفاعه أو تأنفه لموجي تي مع ارتفاع البوتاسيوم، والعكس صحيح، يعني لما بنخفض البوتاسيوم بصير تنخفض موجي تي. أما ارتفاع البوتاسيوم الكاذب، ارتفاع البوتاسيوم الكاذب من أسبابه التأخر في فحص العيني، فإذا تأخروا بفحص العيني بعد أخذ العين الدم بتنحل الكريات الحمر، ومثل ما ذكرنا البوتاسيوم بيكون داخل خلوي بتركيز كبير، فلما تتخرب الكريات الحمر وبتنحل بيتحرر فيها البوتاسيوم بيعطينا ارتفاع بوتاسيوم كاذب. أيضا من الأسباب اللي قد تؤدي إلى ارتفاع بوتاسيوم بشكل كاذب هو وضع التورنيكي أو الرباط الضاغط على اليد والتربيط بعنف على اليد قبل سحب عينة الدم. لذلك بحالات بدنا نسوي تحليل للبوتاسيوم المفروض ينسحب الدم بدون تورنيكيت أو الرباط الضغط اللي بنحطه على اليد. وبتعرفوا أحيانا انتم أكيد بكونكم كلكم شايفين أحيانا التمريض بصير يضرب على العضد قال مشان يطلع الوريد، يضرب عنده يضرب على الوريد مشان انه قال يظهر، فهالتربيت هذا بقوي احيانا ممكن يؤدي لتخرب بالخلايا وخروج البوتاسيوم منها، فبترتفع تراكيز البوتاسيوم بشكل كاذب. مثل ما ذكرنا البوتاسيوم هو الشاردي الموجبي الرئيسي داخل الخلية، والنسبة بتكون 30 إلى 1. هون سؤال انه مريض قصور كلوي حاد لديه البوتاسيوم 8، هل نجري له غسيل كلي ام لا؟ لا نستطيع الحكم على تحليل الدم دون تخطيط القلب الكهربائي. دائما بحالات ارتفاع البوتاسيوم لازم تقرن نتيجه التحليل البوتاسيوم مع تخطيط القلب الكهربائي، لانه تخطيط القلب الكهربائي كثير حساس لتغيرات شرط البوتاسيوم. لذلك هالمريض هذا ما فيك تحكم الا تجربه تخطيط قلب كهربائي، فقد يكون هذا الارتفاع في البوتاسيوم ارتفاعا كاذبا ناجما عن خطأ طبي مثل الحنال العيني، وبالتالي نرفق تحليل البول، تحليل طبعا خطأ مو تحليل البول، نرفق تحليل الدم أو البوتاسيوم بتخطيط القلب. فإذا ترافق ارتفاع البوتاسيوم مخبريا مع علامات ارتفاع البوتاسيوم على تخطيط القلب الكهربائي أنه لقينا موجي تي مؤنفي أو حادي، فعندها ارتفاع البوتاسيوم حقيقي والمريض بحاجة إلى إجراء غسيل كلوي. طبعا راح نتحدث عن استطبابات الغسيل الكلوي عند مرضى قصور الكلوي الحاد، وأحدها هو ارتفاع البوتاسيوم المعند على العلاج. هلا بالنسبة لشرط الصوديوم، مثل ما ذكرت بينخفض الصوديوم عند مريض قصور الكلوي الحاد بسبب تمدده نتيجة احتباس السوائل، لذلك يجب تحديد كمية سوائل عند المريض. مثل ما بتعرفوا كلكم المقدار الطبيعي لصوديوم الدم يتراوح بين 135 ل 145 ميلي مكافئ باللتر. عندما يصل مستوى الصوديوم الى اقل من 120 ميلي مكافئ باللتر قد تحدث وذمي دماغي نتيجه دخول الماء الى داخل الخلايا، فتظهر على شكل تغيم بالوعي وخبل، وقد تصل الى السبات بسبب انضغاط الدماغ وتخرب المراكز العصبيه. ولا يتراجع عادة تغيم الوعي إلا بإعادة مستويات الصوديوم لمستوياتها الطبيعية. هلأ شوارد الهيدروجين والبيكربونات، عادة مرضى القصور الكلوي الحاد بيحدث عندهم حماض استقلابي، ومو بس مرضى القصور الكلوي الحاد، كل مرضى القصور الكلوي أو اليوريميا بشكل عام سواء كان قصور كلوي حاد ولا قصور كلوي مزمن بيحدث عندهم عادة حماض استقلابي عالي الفجوي الشاردي، رح ندرسها بالتوازن الحمض الكلوي، والسنة الماضية أصلا أعطيتكم إياها بمادة طب الطوارئ، كمان راح نرجع ندرسها بأمراض الكلي، اضطرابات شوارد واضطرابات توازن الحمض القلوي. طبعا الحماض الاستقلابي قلنا شلون نعرفه، بكون البي اتش نازل والبيكربونات اثنيناتهم منخفضين، يعني البي اتش بكون اقل من 7.35 والبيكربونات عاده قلنا المقدار الطبيعي من 22 ل 26 ملي مكافئ بلتر، بتلاقي البيكربونات اقل من 20. فلما بتلاقي البيكربونات والبي اتش اثنيناتهم منخفضين فهذا فورا بتقول انه هذا حماض استقلابي. الآلية حدوث حماض استقلابي بالقصور الكلوي الحاد، الأذية الكلوي الحادة بتؤدي لاحتباس الحموض غير الطيارة الناتجة
عن الاستقلال. الحموض غير الطيارة هي مثل الفوسفات والكبريتات والأزوتات، هي تتراكم بسبب قلة اطراحة وبيرتفع تركيز شوارد الهيدروجين، فلما ترتفع تركيز شوارد الهيدروجين يتم استهلاك البيكربونات، لأن البيكربونات هي من الدوارئ في الوسط خارج الخلوة وهي أهم دارئة، فلما يرتفع تركيز شوارد الهيدروجين بيصير في تعديل عن طريق البيكربونات، فلما بينخفض مقدار البيكربونات بيتسرع التنفس للمعاوضة. دائما بحالات الاستقلاب، بحالات الحموض الاستقلابة بيحصل تسرع تنفس عادة لإطراح شوارد لإطراح غاز ثاني أكسيد الكربون للمعاوضة. فبتلاقي أغلب المرضى اللي عندهم حماض استقلابي سواء كان السبب يوريميائي ولا مثلا ديابيتيك كيتو أسيدوزيز، يعني مريض عنده حماض خلوني سكري أو عنده حماض لبني، بتلاقوا عندهم تنفس كوسمول، هو بيكون تنفس سريع وعميق وهو هدفه الأساسي المعاوضة، لأنه المريض لازم يطرح غاز ثاني أكسيد الكربون حتى يعدل حالة الحماض استقلابي. ايضا ارتفاع تركيز شوارد الهيدروجين بالوسط خارج الخلوه بيؤدي الى دخول الهيدروجين وخروج شوارد البوتاسيوم، لذلك بيرتفع البوتاسيوم. الحماض هو اهم اسباب فرط البوتاسيوم، احفظوها دائما. الحماض الاستقلابي بيؤدي بشكل رئيسي لارتفاع شوارد البوتاسيوم وشوارد الكالسيوم. الحماض ترتفع فيه شوارد البوتاسيوم وشوارد الكالسيوم، أما القلى بينخفض فيه البوتاسيوم وبينخفض فيه الكالسيوم المشرد فقط. مثلا بتلاقوا المرضى القلى التنفسي اللي هذا بصير عند مثلا العصبيين اللي النرفزيين اللي مثلا عندهم النيوروسيز بصير عندهم فرط تهوي، فالمريض بيطرح غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية كبيرة بسبب فرط التهوي، فهذول المرضى بيتعرضوا لقلى تنفسي بترافق، وفي بعض منهم بتلاقوه مثلا اذا شفتوا حدا منهم بالاسعاف بيجيكم عنده تكزز وتشنج بايديه، بصير عنده مثل كاربوبيديال سبازم بسبب اول شيء بصير عندهم خدر ونمل حول الفم وبالشفاه، وبعدين اذا نقص الكالسيوم المتشرد لمقدار كبير ممكن يحصل عندهم تكزز باليد. لذلك عند مرضى القصور الكلوي الحاد بتكون القيم البي اتش بتكون منخفضه والبيكربونات بتكون منخفضه، هاي بتعبر لنا عن حماض استقلابي، وايضا بينخفض غاز ثاني اكسيد الكربون لانه عم يحصل عند المريض تسرع بالتنفس وبالتالي بيطرح غاز ثاني اكسيد الكربون بكميه اكبر فبينخفض البي سي او 2. يجب اجراء قياس غازات الدم الشرياني مرتين يوميا لمرضى القصور الكلوي الحاد، هو اذا اجريناه مره بكون كثير كويس. هلا الكالسيوم والفوسفور، الكالسيوم والفوسفور عاده بدهم فتره طويله لحتى تحصل اضطراباتهم، وبيحصل اضطراب فيهم عاده بالقصور الكلوي المزمن اكثر من مرضى القصور الكلوي الحاد، ولكن اذا طول القصور الكلوي الحاد ممكن يضطرب تركيز شوارد الكالسيوم والفوسفور، وعاده اضطرابات هي الشوارد ليست بخطوره اضطراب البوتاسيوم والبيكربونات. عاده عند مرضى القصور الكلوي الحاد بينخفض الكالسيوم بسبب اضطراب تصنيع الشكل الفعال للفيتامين دال، مثل ما ذكرنا انه الفيتامين دال اول شيء من الكوليسترول بتاثير الاشعه فوق البنفسجي بيتحول للكوليكالسيفيرول، بيروح بينضاف له جذر هيدروكسيل بالموقع 25 بصير 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، هذا الفيتامين دال 3، لكن هذا بيكون غير فعال. حتى يتحول لشكل فعال في عندنا خميري بالكلي او انزيم بالكلي اسمه والان الون الفا هيدروكسيلاز، هاي الون الفا هيدروكسيلاز اما بتضيف جذر هيدروكسيل على الموقع واحد فبصير عندنا اسمه 1-25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، هو هذا الشكل الفعال فيتامين دال، او بتضيف جذر هيدروكسيل ثاني بدل الموقع واحد بنحطه بالموقع 24 فبصير عندنا 24-25 ديهيدروكسي كوليكالسيفيرول، وهذا الشكل اقل فعاليه من الشكل الاساسي اللي هو ال 1-25 ديهيدروكسي
كوليكالسيترول وهو هذا الشكل الفعال فيتامين د، فلما بصير في اضطراب بالكلي بصير اضطراب بعمل هالخميره هي، فبينقص الشكل الفعال فيتامين د وبيؤدينا لحدوث نقص بالكالسيوم. ترتفع الفوسفات بسبب نقص بالاطراح. عاده مثل ما ذكرت ما بيضطرب الكالسيوم والفوسفور في القصور الكلوي الحاد الا في حال التاخر بالعلاج. يعتبر انخفاض الكالسيوم وارتفاع الفوسفور إضافة لفقر الدم علامتين هامتين من علامات قصور الكلي المزمن. مثل ما ذكرت عادة بنشوف اضطرابات الكالسيوم والفوسفور بالقصور الكلوي المزمن أكثر من القصور الكلوي الحاد، لأن النقص عادة ما بيحدث خلال أيام بل يحتاج إلى فترة طويلة لكي يتكامل. فقر الدم انتبهوا لا يحدث عند مرضى القصور الكلوي الحاد نتيجة قصور الكلوي بحد ذاته، إنما يحدث في حال كان سبب القصور نزف أو انحلال. هلأ بشكل عام آلية فقر الدم بالقصور الكلوي هو نقص إنتاج الإريتروبيوتين. مثل ما بتعرفوا الإريتروبيوتين ينتج في الكلي بالقصور الكلوي حاد، يعني اللي فترته 4 أو 6 أسابيع ما بينقص إنتاج الإريتروبيوتين، فما بيحصل عنده يعني فقر دم شديد مثل القصور الكلوي المزمن. القصور الكلوي المزمن بيكون تخربت كل الكلي، فبالتالي ما بيعود ينتج الإريتروبيوتين، وهو نقص إنتاج الإريتروبيوتين أهم سبب لفقر الدم عند مرضى القصور الكلوي المزمن. أما مرضى القصور الكلوي الحاد عادة ما بيعانوا من نقص إنتاج الإريتروبيوتين، فإذا شفنا عندهم فقر دم فغالبا بيكون السبب هو نزف، يعني ممكن يكون المرض الأصلي اللي هو مثلا نزف هضمي أدى لقصور كلوي الحاد أو انحلال بالدم. الاحتباس الأزوتي عادة ترتفع المركبات الأزوتي أو النيتروجيني بيرتفع البولي والكرياتينين بالإضافة إلى حمض البول. بيحتبس حمض البول بالأذية الكلوية الحادة مع احتباس البولي والكرياتينين. بشكل عام ما بنحتاج لإعطاء مضادات لحمض البول مثل اللوبيرينول إلا إذا ارتفع تركيز حمض البول لأكثر من 10 ميلي جرام بالديسي لتر. الاضطرابات القلبية الوعائية عادة تحدث بطور شح البول، وأهمها بيكون عادة ارتفاع توتر الشرياني، والآلية بتكون بسبب الأذية الكلوية الحادة بيحدث احتباس بالسوائل واضطراب بالشوارد. الاضطرابات القلبية الوعائية مثل ما ذكرنا أهم هو إنه ارتفاع توتر الشرياني، ولكن قد يشاهد وذمة رئة حادة وهي تعتبر أخطر الاضطرابات. أيضا قد يحدث قصور قلب حاد إذا كان احتباس السوائل بكميات كبيرة، احتشال عضلي القلبي، اضطرابات النظم وخاصة بسبب ارتفاع بوتاسيوم الدم، التهاب التامور اليوريميائي مع انصباب التامور وهو أيضا خطير وبيستدعي إجراء غسيل كلوي. سبب تامور أو التهاب تامور اليوريميائي عادة هو استطلاب لإجراء غسيل الكلوي. يشير التهاب التامور اليوريميائي لتدهور حالة المريض، فإذا حدث ستؤدي الأذية الكلوية الحادة لوفاة المريض خلال يومين غالبا ما لم يتم تكثيف جلسات الغسيل. الاضطرابات العصبية، ارتفاع البولي والكرياتينين بالدم بيؤدي لدخول المريض في حالة سبات يوريميائي، فوجود البولي في الدم يعطي رائحة فم كريهة مميزة لمرضى السبات اليوريميائي مثل رائحة البول بتشمها من المريض. وقلت طبعا هذه الحالات نتيجة البدء بالغسيل الكلوي بشكل مبكر في حالات قصور كلوي الحاد. المظاهر الإنتانية أو الخمجية انتبهوا تعتبر الإنتانات أو الأخماج أهم سبب للوفيات من مرضى القصور الكلوي الحاد، لأنه الوسط اليوريميائي المتواجد في الجسم يضعف مناعته وأيضا يشل عمل الكريات البي فيزداد التعرض للإنتانات. لذلك يجب الحذر والحرص على توفر العقامي التامي عند إجراء أي تداخل طبي لدى مرضى القصور الكلوي الحاد، ونبدأ مباشرة بالصادات وانتبهوا الصادات اللي تكون سليمة كلويا، ونبتعد كل البعد عن الصادات السامة للكي مثل الأمينو جليكوزيدات، وبتعاملوا كمعاملة مريض ناقص المناعة لأنه بالأصل هو هش مناعية. الاضطرابات الهضمية من أبكر المظاهر وأهمها، بتكون صارخة جدا في القصور الكلوي الحاد
وبشكل أشد بكثير من القصور الكلوي. ومزمن وأهم الاضطرابات المشاهدة رائحة الفم، الرائحة اليوريميائية، وأيضا ممكن تحصل تقرحات بالفم، الفواق أو الحازوقة، بصير عند المريض الهيكاب، بتلاقي المريض بسبب الوسط اليوريميائي ممكن يحصل عنده الفواق، أيضا الإسهال والنزف الهضمي. النزف الهضمي بيحصل بسبب ترسب البولي في الغشاء المعدة وتأثيره الكاوي على الغشاء، لذلك يجب إعطاء مركبات الأوميبرازول والرانتيدين للسيطرة على الحموضة وحماية المعدة. بشكل عام يعتبر القصور الكلوي مثل الحالات الشدي، وبالتالي يجب إعطائها مثبطات مضخة البروتون بي بي آي للوقاية من حدوث التقرحات أو النزوف المحرضة بالشدي. يكون النزف أقل وضوحا من النزف الحاصل في سياق القصور الكلوي المزمن. طبعا من أهم الأعراض اللي ممكن يعاني منها مريض القصور الكلوي هي الغثيان والإبتياء، وتعتبر أحيانا الغثيان والإقياء بيكونوا معند، حتى ما بيستجيب على إعطاء مضادات للإقياء. والآلية هي إنه الانسمام اليوريميائي أو ارتفاع اليوريا بنبه مراكز الغثيان والإقياء، وأيضا بيأثر على العصب الحجابي فما يؤدي إلى الغثيان والإقياء. وفي بعض المراجع تذكر من أحد استطبابات الغسيل هو إنه عنده يكون عند المريض غثيان أو إقياء معند على المعالج. مثل ما ذكرت لا يفيد معها تناول مضادات الإقياء مثل الميتوكلوبراميد أو الموتيليوم. عند حدوثها لا يستطيع المريض شرب الماء، تزداد الحالة سوءا وتتحسن عادة هاي الأعراض بإجراء غسيل الكلى. الغثيان والإقياء يحدث بشكل أشد وأبكر في حالة القصور الكلوي الحاد من القصور الكلوي المزمن، وذلك يعود لتأقلم المراكز العصبية على المدى الطويل في القصور الكلوي المزمن لهذه المستويات من اليوريا في الدم. بشكل عام لما ترتفع اليوريا بشكل كبير بتنبه مراكز الغثيان والإقياء العصبية، وبالتالي بيحصل عند المريض غثيان وإقياء. أما مرضى القصور الكلوي المزمن بسبب ارتفاع اليوريا المزمن بتكون المراكز العصبية تعودت عليها، ولذلك بصير الغثيان والإقياء عندهم أقل من مرضى القصور الكلوي الحاد. لكن خطي مشاهدتها كثير، لأنه عادة بالقصور الكلوي الحاد بيبدأوا بالغسيل فور تشخيصه واختلاطاته. الاضطرابات الدموية ممكن يحدث فقر دم خفيف إلا في حال تواجد نزف هضمي، يعني إذا حصل عند مريض القصور الكلوي الحاد فقر دم فعادة بيكون خفيف، إلا إذا كان السبب الأصلي للقصور الكلوي الحاد هو النزف الهضمي أو اختلط القصور الكلوي الحاد بنزف هضمي، فممكن يكون فقر الدم شديد. عادة ما بتأثر قيم الصفيحات والكريات البيض، لكن تسوء وظيفته، لأنه عادة الوسط اليوريميائي بيحصل فيه اضطراب أو سوء بوظيفة الصفيحات وسوء بوظيفة الكريات البيض. هلا الفحوص المخبريه المتممه في الاذيه الكلويه الحاده بتساعدنا القصه المرضيه والفحص السريري بالتشخيص من الاعراض والعلامات المميزه، انه يكون عند المريض عطش ومضض في الخاصره، تشوش وغياب الوعي وسبات يوريميائي. الفحوص المتممه تساعد بالتشخيص لكن ليس لها قيمه كبيره، والاعتماد يكون على القصه المرضيه والسريريه. أهم الفحوص المجراة في سياق القصور الكلوي الحاد الفحص الدم وفحص البول والراسب والألتراساوند. فحص الدم أهم جدا وهو مفتاح التشخيص، وعادة يجرى مباشرة حيث يظهر ارتفاع باليوريا والكرياتينين، ارتفاع البوتاسيوم، وطبعا مثل ما ذكرنا لحتى نتأكد أنه هذا ارتفاع بوتاسيوم حقيقي لازم نقرنه بإجراء تخطيط القلب الكهربائي. بيحصل عند المريض انخفاض بالصوديوم والكالسيوم، انخفاض بالبيكربونات لأنه المريض بيحصل عنده حموض استقلابي، وقد يوجد عند المريض فقر دم خفيف. انتبهوا بالقصور الكلوي الحاد فقط اللي بينخفض هو الصوديوم، وطبعا إذا بدنا نشمل معه الشوارد الوحيدة اللي بتنخفض بالقصور الكلوي الحاد هي الصوديوم، وبشكل أقل الكالسيوم، لأن الكالسيوم كله بيطول لحتى ينخفض.
باقي الشوارد بتكون، باقي القيم بتكون كلها مرتفعه. مثل ما ذكرنا ما بتغير تركيز الكالسيوم الا في حال تطاول مده العصور الكلوي الحاد. فحص البول والراسب قد لا يشاهد فيه اي تغير، قد يلاحظ نقص في كثافه البول مثل حالات النخر الانبوبي الحاد اكوتوبلر نكروسيز، قد يوجد القليل من البروتينات والكريات البيض والكريات الحمر واسطوانات الحبيبي، لكن عاده ما بتكون موجهه للقصور الكلوي او لسبب معين. في حال كان سبب القصور الكلوي الحاد هو التهاب كبد الكلي، فسوف نلاحظ عناصر المتلازمه الكبديه في البول مثل ما ذكرنا وحفظتوها، هي الكريات الحمر المشوهه واسطوانات الكريات الحمر وبيلي بروتيني متوسطه. الايكو اهم الفحوص حيث يشاهد فيه حجم الكلي طبيعي في حال كانت الاسباب كلويه او قبل كلوي. بالاسباب الكلويه او ما قبل الكلوي بكون عاده حجم الكلي طبيعي، او منشاهد استسقاء بالكلي في حال كان السبب بعد كلوي، يعني انسداد بالطرق البولي. التمايز القشري اللبي بيكون موجود مع وجود وذمي ويدل على اصابه حاده. عند دراسه الاذيه الكلوي الحاده بالايكو لا يلاحظ ضمور بالكلي او نقص بالتمايز القشري اللبي على خلاف القصور الكلوي المزمن، لانه مثل ما ذكرنا التمايز القشري اللبي هو من اهم علامات سلامه وظائف الكلي. عاده مرضى القصور الكلوي المزمن بغيب عندهم هذا التمايز القشري اللبي. يمنع القيام بالاجراءات التي تتطلب حقن مادي ضليلي مثل الصوره الضليلي واجراء تصوير الطبق المحوري مع حقن مادي ضليلي، لانه الكلي بتكون مصابه وما بتطرح المواد الضليلي فبتحتبس بالجسم، اضافه الى ان الماده الضليلي بتصير سامه للكلي. لذلك اذا بدنا نسوي تصوير للمريض يسمح باجراء تصوير طبق محوري بدون حقن مادي ضليلي، مثل تصوير الطبق المحوري بالحلزوني او بسموه الهاي ريزولوشن سي تي. هون رح نتحدث انه طريقه مخبريه للتفريق بين الازوتيميا الكلويه وقبل الكلوي. في كلا حالتي الازوتيميا قبل الكلوي والكلوي، الكلوي اللي بتكون هي مثل ما ذكرنا ناجمه عن نخر الانبوبه الحاد، يحدث لدينا شح بول وارتفاع بارقام البولي والكرياتينين. فبهيك حالي انه كيف بدنا نميز بين القصور الكلوي ما قبل كلوي ولا القصور الكلوي لاسباب كلوي؟ اول شيء عن طريق القصه السريريه، فاذا بالقصه السريريه وجدنا قصه نقص حجم فغالبا بتكون لاسباب قبل الكلوي، مثل المريض عنده نزوف او صدمه او صدمه تأقية او قصور قلب او تشمع كبد، هاي غالبا بيكون السبب قبل كلوي. اذا كان عند المريض قصه تناول ادوي ممكن نتوجه نحو السبب الكلوي. ايضا عن طريق النسبه بين البولي والكرياتينين في المصل، البي او ان على الكرياتينين ريشيو، وايضا عن طرق حليب البول وصوديوم البول. بالحاله الطبيعيه تقوم الأنابيب بإعادة امتصاص البولي، ومع البولي يتم امتصاص الماء ولكن لا تعيد امتصاص الكرياتينين. انتبهوا لهالنقطة هاي. فبتكون النسبة بين البولي والكرياتينين في المصل، النسبة الطبيعية عادة بتكون 20 إلى 1، يعني الـ VON على الكرياتينين النسبة الطبيعية عادة بتكون 20 إلى 1. أما بالحالات المرضية عند حدوث نقص في تروية الكلي، يعني السبب قبل الكلوي، بيرتفع الألدوستيرون فبيؤدي لزيادة امتصاص الماء ومنه زيادة امتصاص البولي لكن دون الكرياتينين. فهوني في الحالة هي بترتفع النسبة بين البولي والكرياتينين المصل، فبيصبح البيو ان على الكرياتينين أكثر من 20 إلى 1. تمام؟ بالحالة الطبيعية بتكون نسبة البولي على الكرياتينين 20 إلى 1. أما بحالات القصور الكلوي الحاد لأسباب ما قبل الكلوي، بيكون نسبة البولي على الكرياتينين أكثر من 20 إلى 1. الآلية اللي ذكرناها آلية الألدوسترون وزيادة امتصاص الماء، فتزداد امتصاص البولي دون الكرياتينين يؤدي إلى شح بول وتكثف الشديد وارتفاع الضغط الحمى.
وطبعا عند مرضى القصور الكلوي الحاد لاسباب ما قبل الكلوي بتكون الوظيفه الانبوبيه ما زالت سليمه، فتستطيع الكلي الحفاظ على الصوديوم، يعني بيحصل عود امتصاص بالصوديوم وبالتالي يكون صوديوم البول منخفض. هلق رح نجملها كلها بجدول واحد وهو مهم كثير. اما في حال النخر الانبوبي الحاد هوني بكون لدينا امتصاص، يعني عادة بالحالة الطبيعية حتى يكون لدينا امتصاص جيد يجب أن يكون لدينا أنابيب جيدة. في حال النخر الأنبوبي الحاد تتأذى وظيفة الأنابيب، فبتفقد الكلي قدرتها على عود امتصاص البولي بشكل جيد، فبتنخفض النسبة بين البولي وكرياتين المصل، فبتصح نسبة هون البي او ان أو البولي على الكرياتين أقل من 20:1. بالقصور الكلوي الحاد ما قبل كلوي يكون النسبي البولي على الكرياتين أكثر من 20:1، أما بالقصور الكلوي لأسباب كلوي بتكون النسبي أقل من 20:1. وأيضا تفقد الكلي قدرتها على عود امتصاص الصوديوم والماء بشكل جيد بسبب تأذي الأنابيب الكلوي، فبيرتفع صوديوم البول، ما بتعيد امتصاص البول فبالتالي بيرتفع صوديوم البول. أما بالأسباب ما قبل كلوي بيكون صوديوم البول منخفض، أو بينتج بسبب هالتغيرات هاي لدينا بول ذو حلولي منخفضة غير مكثف، يعني بتكون حلوليته أو الأزمري بتكون قريبة من حلول البلازما. هلأ هذا الجدول طبعا هو الجدول إسا أكبر من هيك، ولكن بكفيكم يعني إسا في مشعرات أكثر من هيك بتميزنا بين البريرينال والرينال أكل كدني إنجيري، ولكن بكفيكم هدول هالمعايير الأربعة انه هذا شلون بنميز القصور الكلوي الحاد بسبب ما قبل كلوي ولا اسباب كلوي. مثل ما كنا شايفين بالجدول اللي النسبي البولي او البي او ان على الكرياتينين لبري رينال ازوتيميا بتكون اكثر من 20:1، لانه مثل ما ذكرنا الكلي بيكون قادرة على عود امتصاص اليوريا وبالتالي ترتفع اليوريا بالدم، وأما الكرياتينين ما بتعود امتصاصه فبترتفع النسبة وبيحصل عندنا البي او ان على الكرياتينين أكثر من 20:1. أما بالأكوتابلر نيكروسيز اللي هو القصور الكلوي لأسباب كلوي بتنخفض هالنسبة هاي لأنه الأنابيب بتكون متأذية، فما بيحصل إعادة امتصاص للبولي الدموي فبتنخفض نسبته بالدم، فبيحصل عند المريض النسبة بتصير أقل من 20:1. أيضا اطراح الصوديوم اليورينري الصوديوم عند مرضى القصور الكلوي الحاد البريرينال بيكون أقل من 20 ميلي مكافئ باللتر، أما عند مرضى الأكوتوبلر نيكروسيز لأنه الأنابيب بيكون متأذي وبالتالي ما بيحصل عودة امتصاص الصوديوم فبترتفع لأكثر من 20 وعادة بيكتبوها أكثر من 40، بيكون أكثر من 40 ميلي مكافئ باللتر. الطرح الجزئي للصوديوم وهذا كتير كتير مهم لفراكشنال إكزجريشن الصوديوم برمزولو بالإف إي ان اي بالقصور الكلوي ما قبل الكلوي بيكون اقل من 1%، اما بالاكوتوبلانو بروسيس بيكون اكثر من 1%. ايضا اوزموليت البول او حلوله البول هي كثير ممكن يعتمدوا عليها للتفريق بين الاسباب الكلوي ما قبل الكلوي، بترتفع حلوله البول بالاسباب ما قبل الكلوي لانه بيكون المريض غالبا متجفف فبينقص بينقص اطراح الماء عبر الكلي فبترتفع حلول البول بتكون اكثر من 500 ميلي اوزمول على الكيلوغرام، اما مريض الاكوتوبلر نيكروسيس بكون حلول البول اقل من 300 ميلي اوزمول على الكيلوغرام. هو طبعا لسه في الطرح الجزئي للبول لليوريا ايضا باسباب ما قبل الكلوي بيكونوا اكثر من 35، باسباب كلوي بيكونوا اقل من 35، بس ما بحاجه بكفي المذكور هون. وايضا في مشعر بسموه مشعر القصور الكلوي اذا كان اقل من 1% او اكثر من 1%، ولكن بكفي هالمعايير الاربعه هذول لتساعدكم بتمييز بين القصور الكلوي الحاد لاسباب ما قبل الكلوي والقصور الكلوي الحاد لاسباب كلوي. هلا بنجي على الشيء المهم، تدبير الاذيه الكلويه الحاده. هدف المعالجه هو الحفاظ على حياه المريض رأس ما يحدث شفاء تلقائي وتحسن الوظيفة الكلوي ويعود الإدرار. المعالجة تقوم على ما يلي: أولاً
تحديد كمية السوائل المعطاة للمريض في حال وجود شح بول، أيضا معالجة فرط بوتاسيوم الدم، إجراء التحال أو غسيل الكلي، ومن الأشياء اللي ممكن تكون فيها بالقصور في الحاد هو تجربة الإدرار. بشكل عام لا يوجد دواء يرمم الأنابيب لأنه ترميمها ذاته. طبعا مريض القصور الكلوي الحاد يجب وضعه في وحدة العناية المشددة الاي سي يو، حيث يتم يوميا قياس وزنه وضغطه ونبضه وحرارة، وأيضا مراقبة إدرار البول ومراقبة أي مؤشر على حدوث احتباس السوائل، وقد نضطر إلى مراقبة الضغط الوريدي المركزي. عند الشك بالإنتان تعطى صادات حيوية وقائية، لكن بشرط أن تكون سليمة كلوية. مريض القصور الكلوي الحاد هو مريض مشفى ولا يمكن معالجته في المنزل على الإطلاق ولا بأي شكل من الأشكال. أولا تحديد السوائل المعطاة للمريض في حالات وجود شح بول هو أول وأهم إجراء يجب اتخاذه وفائدته يمنع حدوث وذمة رئة أو وذمات بشكل عام، ويمنع أيضا انخفاض الصوديوم التمددي. مثل ما ذكرنا مرض القصور الكلوي الحاد يكون عنده نقص في الصوديوم التمددي، فإذا المريض يشرب سوائل استفزيادي بينقص الصوديوم أكثر. ويتم تحديد كمية سوائل حسب القاعدة المعروفة. كمية السوائل التي يجب إعطائها للمريض هي كمية ما يطرح زائد 500 مللتر. فإذا المريض عم يتبول 400 مللتر دون فقده بطرق أخرى، منضيف له 500 مللتر وبصير يعني إجمالي السوائل التي يجب إعطائها باليوم هي 900 مللتر. إذا شعر المريض بالعطش ينصح بوضع قطعة ثلج في فمه بدلا عن شرب الماء حتى ما يزداد حمل للسوائل ويزداد نقص صوديوم التمدد. عند حدوث فرط حجم ووزمات شديدة لدى المريض انتبهوا، لا يفيد استعمال اللازكس أو الفروزمايد مهما كانت كميته إلا في حالات نادرة، بينما يلجأ هنا إلى غسيل الكلي كحل. بحالة القصور الكلوي الحاد عادة ما بينفع إعطاء المضرات العروي مثل الفروزمايد لأنه ما بتشتغل، ولكن راح نتحدث عن تجربة الإدرار اللي بنعطي فيها اللازكس. في حال إعطاء المريض أكثر من الحد المسموح به يحدث لديه وذمة رئة وذمة دماغ وتشوش وغياب بالوعي. أما في حال إجراء غسيل الكلي بيكون عندنا ما في مشكلة بكمية السوائل المعطاة عنده، لأن الجهاز قادر على تنظيمه وتخليص الجسم من السوائل الزائدة. إذا المريض عم تجري له غسيل كلوي ما في مشكلة إنه يشرب حتى لو صار عنده زيادة حمل بالسوائل، فأنت جهاز غسيل الكلي بنظم لك كمية السوائل. أما إذا المريض ما أجري له غسيل الكلي لازم تحدد له كمية السوائل المعطاة. الإطعام بشكل مبكر، إذا كان المريض واعي فينبغي إطعامه بشكل مبكر من الإصابة. يعود السبب في ذلك إلى أن دخول الطعام يخفف من تأثير البولي على جدار المعدة، وبالتالي يقي من النزف الهضمي والتقرحات تقرحات الشدي اللي ممكن تحصل عند مرضى القصور الكلوي الحاد. بتكون الحمية تحتوي على نشويات وقليل من الدسم والقليل جدا من البروتين. طبعا الحمية دائما عن مرضى القصور الكلوي سواء الحاد ولا المزمن يجب أن تكون أقل من 1 جرام على الكيلوغرام بروتين باليوم. الشيء المهم وهذا اللي ممكن تتعرضوا له بأي وقت بالإسعاف ولا خارجيا هو معالجة فرط بوتاسيوم الدم، ويمكن حكينا عنه بمادة طب الطوارئ السنة الماضية، ولكن راح نرجع نعيده ونأكد عليه. أول شيء إعطاء الكالسيوم جلوكونات، حقن الكالسيوم هو بالحالات الإسعافية أول دواء يعطى لمريض فرط بوتاسيوم الدم هو إعطاء الكالسيوم جلوكونات. إذا جاءك المريض ببوتاسيوم عالي أول ما يتم إعطاؤه هو جلوكونات الكالسيوم. وهذا السؤال ممكن تتعرضوا له بالنظرة ولا بالمقابلة، مثلا الطبيب الفاحص ممكن يسألك إذا جاءك مريض عنده ارتفاع بوتاسيوم الدم شو أول شيء بتعطيه، شو الدواء اللي بتعطيه، وفورا بتقول له جلوكونات كالسيوم 10%.
لأنها بتعكس عمل البوتاسيوم على القلب بشكل فوري. انتبهوا، الجلوكونات الكالسيوم ما بتؤدي لانخفاض تخفيض مستوى البوتاسيوم، ولكن فقط بتعاكس تأثيرات سمية للبوتاسيوم على العضلي القلبي، فبالتالي بتقينا العضلي القلبي من التوقف بوضعية الانبساط، فبتبعد شبح فرط البوتاسيوم عن العضلي القلبي، ومثل ما ذكرت ما بتخفض تركيز شوارد البوتاسيوم ولا بتطرحه من الجسم، فقط بتعاكس عمله على مستوى العضلي القلبي. تعطى وريديا ببطء خلال 10 دقائق أو بواسطة مضخة تسريب وريدي على مدى 24 ساعة مع المراقب الحثيثي لنبض القلب. هذا أول شيء بدك تعطيه لمريض عنده ارتفاع بوتاسيوم هو الكالسيوم. الجلوكينات عندنا من طرق معالجة فرط البوتاسيوم هو إصلاح الحماض بإعطاء البيكربونات. مثل ما ذكرنا الحماض بيعني ارتفاع بتركيز شوارد الهيدروجين بالدم، لذلك تميل شوارد الهيدروجين للدخول إلى داخل الخلايا وبيخرج بدلها البوتاسيوم لخارج الخلية، فبيرتفع تركيزه بالدم، وبالتالي فإن إصلاح الحماض بالبيكربونات يخفض الهيدروجين خارج الخلوي فيحد من تبادله مع شوارد البوتاسيوم، وبالتالي بحد من خروج شوارد البوتاسيوم من داخل الخلية إلى خارج الخلايا، كما يؤدي إلى خروج الهيدروجين مقابل دخول البوتاسيوم فبيصحح فرط البوتاسيوم. طريقة إعطاء البيكربونات، يتم تحديد الكمية الواجب تعويضها وفقا لما يلي: البيكربونات الواجب إعادتها هي تساوي البيكربونات الطبيعي ناقص بيكربونات المريض ضرب 40% من وزن المريض. تعطى نصف الكمية خلال 8 ساعات والنصف الآخر يعطى خلال 16 ساعة. فمثلا إذا كان عندنا مريض لديه البيكربونات 10 ميليمول باللتر، والقيمة الطبيعية مثل ما ذكرنا هي 22 إلى 26 وسطيا 25 ميليمول باللتر، فالبيكربونات الطبيعية 25 نقص بيكربونات المريض 10 بيطلع عنا 15، وإذا كان فرضنا وزن 60 كيلوغرام فبيكون كمية البيكربونات واجب إعادتها هي 25 نقص 10 ضرب 60 اللي هو وزن الجسم ضرب 40% يعني 40% من وزن الجسم 40 على 100 بيطلع عنا 360 ميليمول. بتنعطى نصها مثل ما ذكرنا يعني بيطلع 180 ميلي مول خلال 8 ساعات، وال 180 النصف الآخر بتعطى خلال 16 ساعة. في حالة إعطاء البيكربونات يجب مراقبة الكالسيوم، لأنه تعويض البيكربونات ينقص الكالسيوم الحر بسبب ارتباطه معها، مما قد يحدث تكززا عضليا. هون في معلومات مهمة يعني للتذكير: عادة الجهاز الهضمي العلوي مضيع للحمض وشارد الكلور، أما جهاز الهضم السفلي مضيع للبيكربونات والبوتاسيوم. فبالتالي هي يعني شغلي ما تنسوها، الإقياءات تضيع الحمض فبتسبب لنا قلاء، أما الإسهالات مثل الكوليرا أو أي أنواع الإسهالات الشديدة بتضيع البيكربونات فبتسبب حماض مع نقص البوتاسيوم. من طرق معالجة ارتفاع البوتاسيوم هو إعطاء أنسولين سريع مع محلول سكري 30%. الأنسولين بيقوم بتفعيل مضخة صوديوم بوتاسيوم أتباز اللي تقوم بإدخال شاردتي بوتاسيوم مقابل إخراج ثلاث شوارد صوديوم، فبينخفض بوتاسيوم المصل. انتبهوا، الأنسولين بيؤدي لدخول شوارد بوتاسيوم لداخل الخلايا، بتبادل مع شوارد الصوديوم بسبب تفعيل مضخة صوديوم بوتاسيوم أتباز، فبيطلع ثلاث شوارد صوديوم من داخل الخلية وبيدخل بدالهم شارتي بوتاسيوم إلى داخل الخلية. يعطى المحلول السكري، طبعا ليش نعطي محلول السكري مع أنسولين؟ لأنه ما بصير نعطي أنسولين ممكن يؤدينا لهبوط سكر الدم، لذلك نعطي الأنسولين مع محلول السكري لوقاية المريض من انخفاض سكر الدم الناجم عن إعطاء الأنسولين. كمان إعطاء السكر الزائد عن حاجة الجسم يؤدي إلى تخزينه على شكل جلوكوجين، وهذا التخزين يخفض البوتاسيوم بمقدار 1 ميلي مكافئ. يستمر الانخفاض الناجم عن هذه الطريقة حوالي 3 إلى 4 ساعات، وهي فترة كافية لنقل المريض إلى المشفى وإجراء غسيل الكلي. يعني بالحالات الإسعافية ممكن نستخدمها بعدين ما يجرى المريض غسيل كلوي. طريقة إعطائه عادة نعطي 10 وحدات أنسولين لكل 100 سنتيمتر مكعب من المحلول السكري. عادة نوضع 50 وحدة أنسولين في 50 100
ميل لتر سيروم سكري 50%. بس انتبهوا، تركيز السكر بيكون اعلى، مو السيروم سكري 50% هذا العاده. لما نعطي سيروم سكري مركز، يعني بنحط عاده 50 وحده انسولين ب 100 سنتي متر مكعب سيروم سكري 50%، ومسربة تسريب وريده، فبتساعدنا بتخفيض مستوى بوتاسيوم الدم. وطبعا هو مو حل، ولكن يعني هو اجراء مؤقت ريثما يتم اجراء غسيل كلوي للمريض. من الطرق اللي بتخفض البوتاسيوم هي استعمال الراتنجات المبادله للشوارد، هي عباره عن بودره تشبه بودره حليب الاطفال، اسمها التجاري كاي اكزيلات، اسمها هي الراتنجات المبادله للشوارد، اسمها الكاي اكزيلات. اله عملها تعمل على انبوب الهضم، ولها نوعين، منها ما يسحب البوتاسيوم من الخليه الظهريه ويعطي كالسيوم بدل عنه، ومنها ما يسحب البوتاسيوم من الخليه الظهريه ويعطي صوديوم بديل عنه. طبعا هي ما بتفيد بالحالات الحاده، هي عاده بنعطيها لمرضى القصور الكلوي المزمن على المدى الطويل للوقايه من حدوث ارتفاع بوتاسيوم الدم، ولكن هي طريقه، ولكن مو بالحالات الحاده للعلاج. مثلا اذا جاك مريض عنده ارتفاع بوتاسيوم 8 ميلي مكافئ باللتر او 8 ميلي مول باللتر، بدنا نجي نعطيها هون، ما بتفيد يعني، لانه هي بدها وقت لحتى تبادل بين شوارد البوتاسيوم وشوارد اما الكالسيوم والصوديوم بالانبوب الهضمي. عاده هي بنعطيها للوقايه عند مرضى ارتفاع البوتاسيوم، عند مرضى القصور الكلوي المزمن، ولكن يعني هي احد العلاجات اللي ممكن يلجا لها لعلاج ارتفاع بوتاسيوم الدم. طريقه اعطائها تعطى عن طريق الفم بمقدار 15 جرام، تحل في كاس ماء، تعطى 3 مرات يوميا مع بعض الملينات لمعاكسه الامساك الذي قد ينتج عن تناولها. في حال كان المريض غير واعي يلجا للرهضه الشرجي، بنحل 50 جرام من البودره في 200 ميل لتر سيروم سكري ويحقن بالشرج. ايضا من العلاجات اللي ممكن نعطيها في حال ارتفاع بوتاسيوم الدم هو مقلدات بيتا 2، مثل اعطاء السالبوميتامول او الفنتولين، فنتولين انهيلر. هو عباره عن موسع قصبه بنبه ادخال البوتاسيوم الى داخل الخلايا، مثل الانسولين، مثل اليه تاثير الانسولين واليه تاثير البيكربونات، انه بدخل البوتاسيوم لداخل الخلايا. الانسولين منبهات بيتا مثل السالبوتامول، ايضا البيكربونات كلها بتنبه دخول البوتاسيوم لداخل الخليه، هي اليه عملها. وانتبهوا، مقلدات بيتا مثل ما ذكرنا بتدخل البوتاسيوم لداخل الخليه، اما حصيلات بيتا بترفع البوتاسيوم، حصيلات بيتا بترفع البوتاسيوم، اما منبهات بيتا ف بتنقص لنا بتخفض لنا مستوى البوتاسيوم. اخيرا الكلي الصناعي او غسيل الكلي، يلجا للكلي الصناعي في الحالات الشديده المعنده لتخليص الدم من البوتاسيوم الزائد، اذا كان من الصعب التصحيح السريع للمسبب او لم يستجب المريض على الوسائل السابقه، بشرط ان يكون ضغط المريض سويا. اما اذا كان الضغط منخفضا، يعني ضغط المريض اذا كان اقل من 80 ملتر زئبقي، يلجا عاده الى اجراء التحال البيرتواني الذي لا يعتمد على الضغط. اما التحال الدموي او جهاز غسيل الكلي بيعتمد على الضغط، فاذا كان المريض ضغطه نازل بالاصل ما فيك تسوي له اياه، هون بتلجا للتحال البيرتواني. ايضا طبعا عند مرضى القصور الكلوي المزمن او اي مرضى ارتفاع بوتاسيوم، ايضا ممكن اعطاء مدرات العروي، طبعا مما ذكرها هون من العلاجات اللي ممكن فيها نعالج ارتفاع البوتاسيوم، اعطاء الفورزمايد. الفورزمايد بيطرح البوتاسيوم بالبول، وبالتالي بنقص لنا بوتاسيوم الدم، ولكن عاده بحال غالبا مو مذكور هون، لانه بحالات القصور الكلوي الحاد غالبا المدرات العلوي ما بتكون فعاله وما بتشتغل. تستخدم الطرق الخمسه الاولى لخفض البوتاسيوم سريعا، خاصه اذا كان الموج تي مؤنفي، لان المريض لن يموت بسبب ارتفاع البولي والكرياتينين الا بعد زمن عكس ارتفاع البوتاسيوم. التحال ليس خيارا اوليا لتدبير فرط بوتاسيوم الدم، حيث جرب اولا الخيارات الاوليه المتوفره بكل المستوصفات تقريبا، ونحاول استعمال كل ما يتوفر منها لاسراع خفض البوتاسيوم. فاذا ما استجاب ارتفاع البوتاسيوم للطرق السابقه نلجا للتحال، لكن بشكل عام تذكروا انه اول ما يجب اجراءه او اول ما يجب القيام به هو اعطاء كالسيوم جلوكونات، وبعدها في عندك طريقتين فعالتك
كثير هي اما اعطاء البيكربونات بالطريقه اللي حكينا عنها او اعطاء سيروم سكري مع انسولين. هذول الطريقتين كثير ممتازات لتخفيف البوتاسيوم ريث ما يوصل المريض لمكان يمكن فيه اجراء غسيل الكلى. الصادات وقائيا اذا كان المريض ضعيف المناعه. هلا بنجي نحكي عن تجربه الادرار، والهدف من هي التجربه هو محاوله تحويل القصور الكلوي الحاد شحيح البول الى ادرار محافظ، يعني نحوله لمريض بادرار طبيعي. الطريقه اولا الخطوه الاولى يجب تقويم اصلاح الحجم والسوائل، يعني ما بصير ولا تطبقها عند مريض عنده تجفاف، لازم تصحح الحجم خارج الاوعي بتعويض السوائل والشوارد. في حال لم يتبول المريض رغم ذلك نقوم باعطاء 100 خطأ هون مو 100 مللتر فورزمايد، 100 ميلي جرام فورزمايد. إبرة الفورزمايد أو اللازكس بيكون فيها 20 ميلي جرام، تعطي 5 أبر وريدية. انتبهوا هون ليست مللتر، ميلي جرام. في حال ما بول المريض بعد أعطاء 100 ميلي جرام من الفورزمايد وريديا منضاعف الجرعة، وهون بنعطيه 500 ميلي جرام فورزمايد، يعني تعطيه تقريبا 25 إبرة. 25 إبرة لازم تعطيه إياهم وريدة، تسريب وريدة. إذا لم يتبول المريض رغم ذلك نقوم بإعطاء 1000 ميلي جرام فورزمايد، يعني دائما كل مرة منضاعف الجرعة. أول شيء نعطي 100 ميلي جرام، اللي بعدها نعطي 500 ميلي جرام، اللي بعد الجرعة الأخيرة نعطي 1 جرام، يعني 1000 ميلي جرام. فإذا ما استجاب المريض تعتبر تجربة إدرار فاشلي، وهي التجربة قد تنجح أو لا، وفي حال عدم نجاحها نلجأ للغسيل الكلوي. انتبهوا هاي ما بنسويها الا بحالات القصور الكلوي الحاد. وهون مثل مشدد الاستاذ لا يعطى اللازكس او الفروزمايد الا بعد اصلاح الحجم. الكلي بتكون مثل الاسفنجي لا تعصرها حتى تبلها. هلا التحاليل الدمويه او غسيل الكلي يتضمن التحاليل الدمويه والبرتواني ويلجأ إليه في جميع الحالات الشديدة. أهم استطبابات غسيل الكلي في القصور الكلوي الحاد هو هدول لازم تحفظوهن إجباري، لأنه نظريا وعمليا لاحقا وبالمشافة ارتفاع البول الدموية أكثر من 200 ميلي جرام بالديسيلتر. إذا كان المريض عنده حماض استقلابي شديد البيكربونات أقل من 10 ميلي أكوفلان باللتر. في حال ارتفاع بوتاسيوم الدم أكثر من 6.5 ميلي أكوفلان باللتر. حالات الانسمام المائي حيث يهبط الصوديوم إلى ما دون 120 ميلي مول باللتر. في حال وجود وذمة رئة حادي لزيادة الحجم، وذمة رئة حادي ما في عندك والله هون حل، تدخل المريض على القصور الكلوي أو بموت المريض، لأنه بجوز قد ما أعطيت لازلت ما يتحسن. ففي حال وجود وذمة رئة حادي سواء بالقصور الكلوي الحاد ولا بالقصور الكلوي المزمن تعتبر هي استطباب لإجراء الغسيل. أيضا من استطبابات الغسيل هو التهاب التامور اليورومياي، وأيضا اعتلال الدماغ بسبب سبات اليورومياي. تعتبر هي غسيل الكلي هو العلاج المثالي والأنسب لحالات القصور الكلوي الحاد، وفي الأغلب الأحوال يكون مؤقتا ريثما تترم الكلي، على عكس القصور الكلوي المزمن يكون الغسيل فيه فقط مؤخرا للزرع أو الموت. عادة تستغرق جلسة غسيل كلوي من 3 إلى 4 ساعات، بينخفض البوتاسيوم بعدها ويعاد الغسيل عادة كل 3 أيام وسطيا حسب حاجة المريض. وبشكل عام كلما كان المريض أصغر سنا ترممت الكلي بشكل أسرع، أما كبار السن فيحتاجون إلى وقت أطول. وبهون بيكون وصلنا لنهاية محاضرتنا، إذا في حدا عنده سؤال يتفضل. هلا حكيم، غلوكاجونات كالسيوم قديش جرعه نعطي للمريض؟ مو كاتبين عطر نعطي 10 مللتر. هي الامبولي، هي الامبولي فقط بكون فيها 10 مللتر. نعطي امبولي واحد يعني؟ تعطي امبولي واحده بتسحبها وبتعطيها بشكل بطيء، مو بتمسك تدفشها دفش، تعطيها ببطء يعني خلال 3 الى 4 دقائق على البطيء تدفشها. بتكفي امبولي؟ بتكفي لانه هي اجراء وقائي، يعني هو ما بيأثر على مستوى البوتاسيوم، هو إجراء وقائي. في حال أنه مثلا المريض عنده ارتفاع البوتاسيوم أكثر من 6 مثلا 6.5 7،
وعملت تخطيط قلب كهربائي ولقيت عنده مو جي تي حادي او مؤنفي، اهم شغله انك تعطيه جلوكونات كالسيوم لقي لتقي من تاثيرات ارتفاع البوتاسيوم على عضلي القلبي، وبعدها بتقوم بالاجراءات الاخرى، لانه انت ما راح تكتفي فقط باعطاء جلوكونات كالسيوم، يا اما راح تدخل المريض على الغسيل الكلوي او راح تتابع باعطاء بيكربونات او سيروم سكري مع انسولين او اعطاء منبهات بيتا. قلت لنا حكيم انه 50 وحده على 100 ملي 50%، مو هيك؟ مو كثير 50 وحده انسولين؟ لا لا مو كثير، لانه عندك انت ال 100 ملي السيروم سكري 50%، السيروم سكري 50%، ال 100 ملي بتحوي 50 جرام، عرفت شلون؟ يعني هاي تعادل ال 100 ملي سيروم سكري 50%، هاي تعادل سيروم سكري 5% كامل كميه السكر الموجوده. فهمت علي؟ ايه تمام. سيروم السكري ال 50% شو بيحتوي عادة؟ ما بقول لك 5%، يعني 5 جرام بكل 100 مللتر، تمام؟ فإذا كان ايه تمام، يعني مثل 1000 مللتر كامل بيحوي 50 جرام. أما السيروم السكري 50% معناه ال 100 مللتر بتحوي 50 جرام. فال 100 مللتر السكر السيروم السكري 50% بتحوي نفس الكمية اللي بيحتويها سيروم سكري كامل. احنا هدفنا من اعطاء سيروم السكري مثل ما قلت، مو الهدف هو بس لانه احنا بدنا نعطي انسولين، فاذا جيت اعطيت انسولين لشخص طبيعي بيحصل عنده نقص سكر، فحتى بس حتى ما يحصل عنده نقص سكر، لكن هدفنا هو اعطاء الانسولين مشان يدخلنا البوتاسيوم لداخل الخليه، فما فيك تعطي انسولين بدون ما تعطي سكر. يعني بالعاده حكيم بس نعطي سيروم سكري نحرقه مثلا نحط لليتر، غير مريض الكلوي نحط لليتر يعني 50 وحده ولا اقل؟ دكتور بالعاده اذا شخص طبيعي ما عنده سكري فيك تعطيه سيروم سكري بشكل عادي، اما اذا بدك تعطي سيروم سكري للمريض عنده داء سكري وبدك ما يرفع لك سكر الدم بتحرقه 16 وحده انسولين، تمام؟ يعني 16 لليتر؟ 16 باللتر، يعني عندك مريض داء سكري وانت مضطر تعطيه سيروم سكري، فبهالحاله هي حتى ما يرتفع سكر الدم بسبب اعطاء سيروم سكري بتحط بالسيروم السكري 16 وحده انسولين، هال 16 وحده انسولين اللي بتحطهم بالسيروم السكري بيحرق لك كميه السكر اللي عم تعطيه، تمام؟ عاده هيك احفظوها، السيروم السكري او السيروم المختلط اذا بدك تحرق كميه السكر فيه بتحط فيه 16 وحده انسولين. تمام حكيم، يعني هون زودنا الجرعه بالقصور الكلوي مشان انه يدخل البوتاسيوم الانسولين، يعني حطينا 50. احنا بالقصور الكلوي هدفنا الاساسي هو اعطاء الانسولين، بس بنفس الوقت ما يحصل نقص سكر عند المريض. ايه تمام. في سؤال اخر؟ الله يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام.